والله السر السر كيتشرى. شوفي ما كاينش سر، كاين كنسد فمي صافي. الا بغيت واحد الحاجه، انا كنت وصلت لواحد المرحله اللي كان خصني فريمون ناخذ بزمام الامور، يعني لاسباب صحيه اساسا وصافي تقريبا. دابا يعني ما عرفتش علاش مساله لاحظت حتى لدابا، الوغ كو هي من شحال هذه، من تقريبا من الصيف ولا قبل الصيف هكذا. يعني كاين، هي ماشي تحميه، انا ما كنبغيش نتحرم من الماكله، كنحمق، جو سوي تري غورماند، عزيز عليا لي باتيسري وهذا، مي بون لا باتيسري بواحد الشكل اللي هو معقول. بحال دابا الاشياء اللي فيها سكر ابيض ما تنبغيهاش بزاف، دونك كان بالنسبه لي ساهل انني نحيد لو سكر بلون بوندون تقريبا شي 3 شهور ولا شي حاجه، مي كان خصني ناخذ بزمام الامور ونديها شويه في الصحه ديالي وفي هذا، دونك بانت بحال هكذا الحمد لله مزيان.